بكم إلى النشرة الرياضية المفصلة من الميادين، والبداية من منافسة كوبا أمريكا، حيث خطفت البرازيل النقاط الثلاث من مباراتها الأولى بالفوز على البيرو بهدفين لواحد ضمن المجموعات الثالثة. الهدف الافتتاحي للبيرو جاء في الدقيقة الثالثة عبر كريستيان كويفا. نجوم السامبا عدلوا بعد دقيقتين فقط عبر المهاجم نيمار. أبى البرازيليون إنهاء المباراة بالتعادل الإيجابي ليسجل البديل دوغلاس كوستا هدف الفوز في الدقيقة 92. فوز فنزويلا على كولومبيا ترجم فرحة رسمية وشعبية. الانتصار بهدف ألكسندر روندون في افتتاح مباريات المجموعات الثالثة عاقبه الرئيس نيكولاس مادورو بتهنئة اللاعبين على الانتصار ووصف الفوز بالمثالي. الجماهير احتفلت بشكل جنوني مع مخالفة فنزويلا كل توقعات بإحراج حاملة لقب 2001 المدعمة بأهم محترفي القارة الأوروبية. وفي حين كان المنتخب البرازيلي يحتفل بالفوز على البيرو، كان المجتمع الكروي يودع جوزيه إيلي دي ميراندا الملقب بزيتو. اللاعب السابق لسانتوس فارق الحياة عن عمر يناهز 82 عاما. سانتوس أعلن الحداد أسبوعا كاملا بعدما ارتدى الراحلة قميص الفريق ل 15 موسما حفلت بالألقاب. السنساو افتقد نجمه المتوج معه بلقبي بطولة العالم 58 و 62. بدوره النجم نيمار دا سيلفا شكر الراحلة بكل ما فعله من أجله. نجوم من أصول عربية تركوا بصمتهم في كوبا أمريكا احتضنتهم القارة اللاتينية بعد هجرة أجدادهم من وطنهم الأم، وباتوا علامة فارقة في تاريخ كرة القدم. بعد 99 عاما على الانطلاق، تخرج العديد من النجوم من بطولة كوبا أمريكا، منهم من ترك بصمته داخل المستطيل الأخضر، وآخرون حفروا أسماءهم بحروف ذهبية عبر القيادة الفنية لعدد من المنتخبات اللاتينية. طيف العرب حضر بقوة في سود أمريكا، بعض المهاجرين فرضوا أنفسهم بقوة في سماء الكرة اللاتينية، أبرزهم على الإطلاق ماريو زاغالو. يتجذر المدرب البرازيلي من تراب الأرز، كشفت الفيفا أصوله اللبنانية ولقبته بالأستاذ. توج مع البرازيل بكوبا أمريكا كمدرب عام 97، واحتل مركز الوصافة كلاعب عام 59، إضافة إلى تتويجه بكأسي عالم كلاعب عام 58 و62، وحمل الكأس الذهبي كمدرب عام 70. لبناني آخر هاجرت عائلته أرض الوطن واستقرت في الأرجنتين، أنطونيو محمد، شارك مع منتخب التانجو في كوبا أمريكا عام 91. يدرب محمد حاليا مونتيري المكسيكي، وسبق له ارتداء قميص بوكا جونيورز الأرجنتيني. وفي الأرجنتين أيضا لاعب ينحدر من أصول لبنانية، خوليو أسد، مثل الألبي سيليستي في كوبا أمريكا عام 75. بدأ مسيرته مع فيليس سارسفيلد وانتهت سريعا مع كولون بسبب إصابة في الرباط الصليبي. وفي تشيلي صاحبة ضيافة النسخة الحالية من البطولة برز أرتورو صلاح، المدرب فلسطيني الأصل، درب تشيلي في نسختين من البطولة القارية عامي 91 و93. لعب صلاح مع نادي فلسطينو قبل أن يشرف على عدد من الأندية اللاتينية أبرزها كولو كولو ويونيفرسيداد. أفسد الاتحاد الأوروغوياني احتفالية جماهير ناسيونال بالتتويج بلقب الدوري. الاتحاد أعلن أن الحكم أوقف المباراة المنتهية بفوزه على ضيفه اللدود بنيارول بثلاثة أهداف لاثنين بسبب الشغب الجماهيري قبل 9 دقائق من النهاية. مصادر الاتحاد نفت تتويج ناسيونال رسميا برغم توزيع الكأس والميداليات من قبل أحد رعاة البطولة. إدارتا الفريقين تترقب قرار المحكمة. بنيارول ينتظر استكمال الدقائق المتبقية من دون حضور جماهيري، فيما أكد ناسيونال معاقبة خصمه لإفساده فرحة لقبه 45. تواصل الكرة الألمانية تقديم المواهب في عالم كرة القدم. ليفين أوستونالي يخط طريقه وصولا إلى النجومية وعلى خطى جده أسطورة الستينات.
أوفي زيلر عاد إلى الأذهان عبر حفيده ليفين أوستونالي. محللون ألمان توقعوا مستقبلا واعدا للاعب الشاب بعد أدائه مع منتخبات الفئات العمرية للمانشافت، إضافة إلى فريقه فيردر بريمن. كأس العالم للشباب الحالية في نيوزيلندا محطة هامة في حياة أوستونالي، خصوصا بعد هدفه في الدور الثاني بمرمى نيجيريا. ليفين نجل فراوكي كريمة زيلر لوالد من أصول تركية يدعى ميتي، وهو على خطى جده ترعرع في هامبورغ قبل أن ينتقل إلى باير ليفركوزن الرديف، ثم رفع للفريق الأول وخاض معه 15 مباراة في البوندسليغا. مطلع العام الحالي انتقل إلى فيردر بريمن بالإعارة، فسجل هدفا وحيدا بمرمى دورتموند بعد 4 مباريات مع الفريق الأخضر. زيلر أشاد بمسيرة حفيده القصيرة وتنبأ له بمستقبل كبير بعد أخذ الخبرة في الدوري الألماني. أتوقع أن يصبح ليفين من اللاعبين الممتازين في الكرة الألمانية. الآن يكتسب الخبرة مع بريمن، وأعتقد أنه سيثقل على يدي المدرب فيكتور سكريبنيك، وبعدها ينطلق إلى مراتب أعلى لأنه يعمل بجد ودؤوب في كل خطواته، كما أنه أنيق فوق أرض الملعب. سأكون معجبا به دائما أينما لعب. اللاعب الملقب بمسعود أوزيل الجديد نال ثناء مدربين كثر وبات مطلبا للعديد من النوادي الأوروبية، أبرزها أرسنال ومانشستر يونايتد وبايرن ميونخ. وعلى صعيد المانشافت لن يتأخر المدرب يواكيم لوف بمنح اللاعب فرصة ارتداء قميص أبطال العالم وقطع الطريق على تركيا. للمرة الأولى منذ 40 عاما جولدن ستيت ووريورز على بعد خطوة واحدة من إحراز لقب دوري السلة الأمريكي للمحترفين. صاحب الضيافة تقدم ب3 انتصارات لـ2 على كليفلاند كافاليرز في 5 مباريات السلسلة النهائية السباعية. كل ما يصبو إليه جولدن ستيت هو حسم النهائي على أرض كليفلاند. الفوز الرابع الحاسم في المباراة السادسة من شأنه تمديد فترة حرمان كافاليرز من أول ألقابه في 51 عاما. عادة ما تكون المباريات خارج الديار صعبة المنال، لكن المباراة المقبلة وضع استثنائي. سنضع الكأس نصب أعيننا. علينا إعادة تنظيم خطوطنا هجوميا وعدم الوقوع في نفس عدد التيرن أوفرز. 5 المباريات انتهت ب104 نقاط لـ91. جولدن ستيت صنع الفارق في الربعين الأخيرين بعد إنهائه الشوط الأول متقدما بنقطة واحدة. اللاعب الجماعي ميز أداء واريورز بقيادة ستيفن كوري، أفضل لاعب في الدوري المنتظم، سجل 37 نقطة بينها 7 ثلاثيات ناجحة. كوري الذي شوهد عقب اللقاء يخضع للعلاج في غرفة الملابس أكد استكمال السلسلة وتتويج جائزته الشخصية بلقب الدوري. الفرحة الكبرى بالنسبة لي تكون خلال تتويجنا باللقب. اللحظات التاريخية بالنسبة للاعبين تدون مع رفع الكؤوس والجوائز. قتلنا طوال الموسم للوصول إلى ما نصب إليه، ولن نألو جهدا دون تحقيقه. بدا واضحا حاجة كافز إلى أساسييه المصابين كاير إيرفينغ وكيفن لوف. ليبرون جيمس أخذ على عاتقه انتشال فريقه من دون جدوى. الملك سجل 40 نقطة و14 متابعة و11 تمريرة حاسمة، محققا ثنائيته المزدوجة الثانية في النهائي. بتواضع، أنا أعظم لاعب في العالم اليوم، لكن لا يمكنني سوى أن أرفع القبعة على ستيفن كوري. لن نسمح لهم بالتتويج لا على أرضنا ولا في المباراة الأخيرة. اجتزنا مسافة كبيرة لنتوج باللقب. علينا التعلم من أخطاء المباراة الرابعة. الـMVP أم الملك؟ أيهما سيرفع الكأس الأغلى في عالم الكرة البرتغالية؟ انتصاران متتاليان لواريورز وضعا قدما له على المنصة، فهل يكتمل المشهد فجر الأربعاء؟ يعلم السرعة، حقق سيباستيان أوجيه لقب رالي سردينيا المرحلة 6 من بطولة العالم. سائق فولكسفاجن فاز بلقبه 4 هذا الموسم والـ3 على التوالي وعزز صدارته في الترتيب العام. بطل العالم وسع الفريق أكثر مع ملاحق نرويجي ماتس أوتسبرغ على متن ساتروين بعد إنهائه السباق في المركز الخامس. المفاجأة كانت في احتلال هايدن بادون المركز الثاني، وهي أفضل نتيجة لأي سائق نيوزيلندي منذ العام 90. أما المركز الثالث فكان من نصيب زميله على متن هيونداي كيرينوفيت.
والآن إلى مسابقة عالمية فريدة من نوعها تحط رحالها في إنجلترا، بطولة العالم في كباش أصابع القدم. منافسات شيقة وأجواء حماسية ومن حسن الحظ لا قصور في الأصابع حتى الآن. بطل العالم نيستي ناش احتفظ للبلد المضيف باللقب بالرغم من التعديلات على قوانين اللعبة. المنافسات لم تقتصر على الرجال، فقد أحرزت تريسي تيبي لقب السيدات في البطولة التي انطلقت للمرة الأولى عام 76، ويحصل النتيجة كل من يفوز بمجموع جولتين من أصل ثلاث، بدءا بإصبع الرجل اليمنى فاليسرى واليمنى مجددا. نصل المشاهدين إلى نهاية نشرتنا الرياضية المفصلة، شكرا لكم على حسن المتابعة. لمزيد من أخبارنا دائما الميادين.net. في أمان الله.